الو الو مرحبا مساء الخير يا اهلا. بدي احكي مع سمو الاميره. يا الله خزلتني مش عميد المذيعين، عميد الذوق وعميد اللياقه وعميد الكلمه الحلوه استاذ فاروق، اهلا وسهلا فيك. بدي اقول لك المستمعين معي الاديبه، معي الاعلاميه، الكاتبه ريتا الخواندي. يسعد لي مساكي. انا ولو انه متاخر انا قلت لك مبروك على السوشيال ميديا، بس حابب اقول لك اياها مباشره، اتصلت فيكي من مده ما بعرف خطي كان بشي، حتى اقول لك باسمي وباسم الي دابلي ومستمعي لايف ات 5 ستار اف ام، الف مبروك اصدار كتابك. ألف شكر لك والمبروك منك بأي ساعة يلي بتوصل بتكون مبروك كبيرة وبتكون مباركة من القلب. أنا كتير سعيدة بلقائنا اليوم وبوجه تحية كتير كبيرة عبر راديو ستار اف ام لكل المستمعين الأحد بالإمارات الحبيبة، وتحية كتير كبيرة للمخرج إلي دابلي، لأنه أنا صراحة عم تابعكم وكل ما أسمع مرة أعجب مرة وبتخلوني أتحمس وأتشوق لأسمعكم مرة تانية. حبيبة قلبي ريتا الخواند، أنت زوجة وإعلامية وحاصدة شهادات كبيرة، مثقفة جدا، يعني لم تأتي من عدم، إليك تاريخ طويل عريض من الكفاح الإعلامي والكفاح بالأدب. خبريني شوي عن هذا الكتاب اللي طبعا حضره وقت كنت عم تمضيه، كان حضور رسمي، كان الوزير الرياشي كان موجود، وكوكبة من الإعلاميين والشخصيات شخصيات المهمة. خبريني. نعم رح نبتدي عندي كتاب الأول. الكتاب هو أول كتاب لألي أنا، إصداري الأول، تحت عنوان أميرة الياسمين، كتاب شعر منثور باللغة العربية الفصحى. كان التوقيع الأول، لأنه هلأ في توقيع تاني رح نرجع نحكي عنه. نعم. توقيع الأول كان في الأول من كانون الأول بأونتلياس بدير مارلياس بقاعة الأخوين رحباني. نعم. وأنا اخترت هذا المكان بالذات لأنه في يوم ما من سنوات ليست بقليلة، ما رح أقول لك قدي، أنا أول مرة حملت ميكروفون وقدمت حفلة وأطليت على جمهور من هيدا المكان بالذات. بقى حبيت أنه أول كتاب لألي يكون بنفس المكان يلي انطلقت منه الشرارة الأولى. يعني كان فيل سعد. نعم عم بقول كان فيل سعد. كان فيل سعد كتير كبير بعدين. هو هيدا المكان بالذات يعني صرح كبير. كلنا بنذكر بالتاريخ أنه أنتلياس مركز العامية بسنة 1800، وبفتكر كانت 1840 هيك شيء بالأربعينات، يعني بالألف وثمانية عامية أنتلياس مشهورة. وهذا المكان بالذات احتضن كثير مواهب وأسماء اليوم معروفة. بقى حبيت أنا وليك أستاذ فاروق أنه حتى جربت لقي كل هيدول الأصحاب والأصدقاء يلي كانوا بوقتها، ونحن بوقتها كلنا بالستاش بالسبعتاش، يعني حتى كنا بعدنا ما فتنا على الجامعة، وقسم كبير منهم لقيته ولبى. بقى كانت هيك فرحة ولقاء فيه محبة، المحبة كانت طاغية. هلا الحضور كان رسمي لأنه كان فيه ممثلين عن جميع القيادات يعني بالدولة. صحيح. وكان برعاية وزير الإعلام الأستاذ ملحم الرياشي. صحيح. طبعا التوقيع الثاني إمتى حيكون؟ التوقيع الثاني رح يكون بتسعة أدار. يعني the 9th of March. نعم. هلأ الجاية ضمن مهرجان الكتاب اللبناني. هذا المهرجان تقيمه الحركة الثقافية، وثاقبت كمان بأنتلياس بنفس المكان بس بصالة تانية. سبحانك يا ربي، هالأنتلياس أنتلياس شو بدنا نحكي؟ أم الفنون. لا أنا لقلك شغلي، أنا عندي إذا الله راد رزنامة التوقيع، يعني رح أضرم على كافة المناطق بلبنان، لأنه عم يجيني دعوات
على أمسية شعرية ألقي فيها أنا القصائد تبع الكتاب مع توقيع بقى. لا من الله راضي اللي بعده بيصور، وفي كمان مشروع بطرابلس، وإذا كمان صار مجال على أبو ظبي ما بتشوفني إلا عم زوركم. يا ريت يا ريت. بكل الأحوال بتعرفي إحنا ناطرينك هون ستريتا. بدي أقول ما شاء الله عليك، يعني أنت كامرأة نموذج غريب، ولازم تكوني أنت مثال لكل سيدة تعمل، سيدة متزوجة حافظت على تألقها، على أخلاقها، على احترامها، على جمالها، على أناقتها، ويعني أنت فول باكج. يعني شو بدي أقول لك، أنا سعيد جدا أنه سمعت صوتك، وبدي استأذن منك أنه أنا أحيانا عم بستعير إشياء من كتابك ومن كلماتك وأشعارك وعم بقولهم على الهواء، وشو عم بكون سعيد جدا. وأنا بدي أقول لك أول شيء تسلم يا رب، هيدا من ذوقك ولطفك ورقيك. شغلة تاني بدي أقول لك أنه أنا أنتظر بشوق ولهفة أنه اسمع تسجيلاتك بصوتك مع الموسيقى الكتير حلوة والإخراج الرائع يلي عم يعملوا إلي بكل شغلة عم تقدموها. وأنا هلأ هيك من عبر مايكروفون ستار اف ام أطمح إلى أنه نقدم ثنائية سعرية بصوتك وصوتك. أتمنى ذلك وهذا بيشرفني. بدي أقول لك المستمعين، فوتوا شوفوا ريتا الخواند، شوفوا هالسيدة، شوفوا هالإمرأة، شوفوا هالإعلامية هالكاتبة مأروعة. أنا دايما بسميكي ذات الرداء الأحمر، لأنه ريت ما يبلى الأحمر صار لونه أحمر أحلى من الأحمر العادي، وجمعت اللون الأحمر مع اللون الأبيض، لون الياسمين مع شعارك. يعني شو بدي أقول لك، ملكة جمال سبحان اللي خلقك. أنا سعيد جدا حبيب قلبي، الله يخليك ميرسي. ريتا الخوان بدون ألقاب، بدي أقول لك أنه رح يكون لنا لقاء تاني، وحقول شعر أنا وياك بأي طريقة. أنا سعيد جدا باستضافتي، كانت هيدي كبداية فيل حسن لإلي، وأنا بدي أتشكرك باسمي وباسم إلي، وبدي أقول لك إن شاء الله دايما بالتوفيق وإلى الأمام ريتا الخوان. هيدا كان سعادة لإلي كتير كبير اليوم هيك بأول أسبوع. أنا بدي أتمنى لك أسبوع، لأنه نحن بتعرف بلبنان منبلش التنين. أسبوع سعيد إلك ولإلي ولستار اف ام ولكل المستمعين. ألف شكر أستاذ فاروق درازي. أحلى ريتا الخواند، إلى اللقاء، باي باي. إلى اللقاء.